hesabı var hayatım. Biter mi ki bu çile? بابا انا بسك برا حسير ضابط. شو هالحكي؟ مو انت ضابط من هلا؟ استنى استنى. سيدي العسكري نزار تحت امرك حضرة الضابط. ارتاح. شكرا. انت اصلا ضابط من هلا؟ ايه بابا انا ضابط. ابن السبع يا حبيبي. صبرت جنون صبرت كسمه اجا. طب ايه سيدي؟ استرح. ابني البطل الف مبروك يا ابني. ابني حبيبي ان شاء الله موفق. ها منقطع الجاتو؟ أي. يلا لشوف منقطعه سوا. ابني ممكن تصورنا؟ يلا. شكرت هالكشن بالبهار وبر البيت يا تاك سن ادخل. سيدي خبرونا في حركة على الحدود. يلا جاي. عزيز 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 ساعدني بترشاد كرمال الله ساعدني لا تروح. إليف إليف عزيز عزيز ألف حمد وشكر لك يا رب أنت هون قدامي. ألف حمد وشكر عزيز. ليك أنا أجيت لعندك عزيز عزيز. إليف أنا هون جنبك أطلع أنا جنبك. إليف عزيز لو سمحت لا تزعل مني. بعتذر على كل شيء. أنا آسفة لأني تركتك لحالك وكنت عم بتهرب منك دائما بس بوعدك أنه ما عاد أهرب منك. خلاص افتح عيونك وخلينا نروح على بيتنا عزيز. ابني تعال يا روحي طلع شوف طلع هي لقينا بابا رح يتعافى. بعدك رح يتعافى. ارفع السياج. استنى ديروا بالكم تمشوا على خطواتي. كلامي مفهوم؟
على مهل. هاي الأخيرة. يلا ديروا بالكم منيح وانتوا عم تتحركوا. سيدي في صوت جاي من هنيك. يلا روح بسرعة. ديروا بالكم بدنا نفتش المكان منيح. يلا لشوف. رجعك اتحمل مشان الله لا تتركنا لحالنا يا رب. ساعدوني ساعدوني بسرعة. سيدي في حدا هون. عزيز ابني. عزيز ابني حبيبي ابني عايش عايش ابني عايش يا ربي. دخيل اسمك إليف بنتي إليف. بترجاكي سامحيني. الله يخليكي سامحيني. ما تتركتي. ما شاء الله عليك انت حفيدي القبضاي. انت بتشبه جدك نزار مو هيك إليف؟ انفه مو مثل انفي. خدي دكتور طمنا. العملية نجحت لا تشغل بالك. الف حمد وشكر لك يا رب. بعتقد الخانم هي اللي انقذت حياة الضابط. في أخبار عن الضابط عزيز آيدن؟ هو منيح؟ قال مرته أنقذته، لقيته بالجبال وحملته. مرته؟ إيه مرته، وفي بحضنها ابنها، حلال عليها. إيه هلأ منشوف، هلأ منشوف. طيب وينن هلأ بالمشفى شي؟ إيه هنن بالمشفى هلأ.
ألو؟ يعطيك العافية، بدي بلغ عن وحدة. قرب إنه يصحى، فيكن تشوفوه لفترة قصيرة. ابنه بده يشوفه. يلا إليف، يلا. عفوا بس كلمة دكتور. تفضل على غرفتي. إليف كورال. أمور. بدك تجي معي على المركز. ليش بقى؟ بسرعة لو سمحتي. شو الموضوع؟ أعطيني الولد. أنتوا شو عم تعملوا؟ أعطيني ابني. شو عم تسووا؟ اتركوني. اهدي. والله أنا ما عملت شيء لحد أتركني. أنتوا شو عم تسووا؟ متهمة بقتل جوليا كورال. جوليا؟ جوليا أنت طلعي لبرا. على شو عم تطلعي؟ أنا مرته. يلا. عزيز. إلي. إليف. عزيز أنا سهام مرتك. عزيز شو عم تعملي؟ كيف شو عم بعمل هون؟ حياتي أنا أنقذتك. أنا حملتك بالجبال على كتافي. يا خانو حضري حالك، رح يبلش التحقيق معك. فوت. مساء الخير، أنا سهام كاراي بنت الضابط المتقاعد قدرة كاراي. بابا بيسلم عليك كتير. بلا عن جد؟ تفضلي. أهلا وسهلا. بس ما يكون في مشكلة. بالحقيقة في، بس هالمشكلة ما لها مهمة كتير، يعني فيني أحكي الموضوع باختصار. صحيح في عندكم شاي؟ أعطيني الولد. بترجاك خلوه معي لأنه نايم هلا. يا خانم ما بيصير هذا الحكي، رح يحققوا معك. هاتي الولد. دير بالك علي إذا بتريد. صدق انت كيف ما سمعت باللي صاير؟ زوجي الضابط صار بطل وكل تركيا عم تحكي عنه. ايه وطبعا مو بس هيك، عم يحكوا عني كمان. تخيل انا حملته ومشيت بالجبال وهو على ظهري، وصلته على المشفى وانا حاملته. يا خانوم برافو عليكي، بس ممكن تفوتي بالقصة؟ بخصوص إليف كورال، هي مسجونة هلأ بتهمة جريمة قتل، وهي بتكون طليقة زوجي الضابط عزيز وأم ابنه كمان. شو هالحكي؟ بدك تاخدي معلومات عنها؟
لا، أنا ما بدي أخذ أي معلومات عنها، بدي أخذ الصبي وروح. طالما هي بالسجن عنكن هلأ، فيني أخذ البيبي باسم زوجي، ما هيك؟ يلا يا خانم لا تتعبينا معك، شو الخلاف يلي بينك وبين أختك؟ بحلف لك أنه ما في خلاف بيناتنا، أنا مو معقول زعلة لجوليا، كنت أتحمل كل عمايل الناقصة لأنه اعتبرتها مثل أختي الحقيقية. ليش مانا أختك الحقيقية؟ لا بس أهلها تبنوني و... هلأ فهمنا شو القصة. لا أنت بنوب مو فهمان شي، أنا مو معقولة قتل جوليا، حرام عليكم، ابني لساته ولد صغير، بعدين بيمرض وما رح يتحمل هالمكان. اسمعي، إذا عم تفكري بابنك لازم تحكي، فهمتي؟ ما رح تطلعي من هالغرفة قبل ما تعترفي. لأمتى بدي ضل عم استنى؟ شو مش الحال؟ سيهان خانم، كنت بتمنى ساعدك بس حسب القانون لازم زوجك هو اللي يجي ويستلم ابنه. اسمعي، رح أسألك لآخر مرة، احكي وخلصينا، كيف قتلتي جوليا؟ أنا ما لزم، أنا ما بعرف أي شيء وما لزم بقتل جوليا، صدوني. أصبح مين يلي قتلها؟ يلا احكي مين؟ شو هاد حضرة الضابط؟ هاي ورقة إذن من المحكمة. وهلأ طالما أنه أنا معي هاي الورقة، هاد مو بيعني أنه بقدر أخذ كل حقوق زوجي؟ تمام فهمت عليكي، بس زوجي تصاوب وهو عم يحمي الوطن، ليش ما عم تفهمه؟ ما بيقدر يطلع من المشفى ويجي لعندك بسبب هالأم المجرمة، الولد تشرد بالمخافة. اسمع، إذا ما رح تتعاون معي مضطرة أتصل ببابا، وأصلا ما بعرف شو عم استنى، رح أتصل فيه فورا، لأني بالحقيقة أنا حابة كتير أعرف هالقوانين كيف رح تتطبق على بابا. ألو بابا؟ ماشي يا خانة، بلا ما نزعج السيد قدرت بهالوقت، رح أتجاوز القانون كرمالك، بس بالحقيقة لحتى تقدري تستلمي الولد لازم تكتبي طلب استلام. إيه ليش لا؟ وإلي عندك طلب، ممكن تخلي هالموضوع بيناتنا؟ تعرف اسمنا كتير كبير بالبلد وما بدنا أي حدا يجيب سيرتنا بالعاطل. بسم الله، لك قطعتي لي قلبي، انت امتى اجيتي لهون؟ اكيد عم تقولي بقلبك ياكل سم الهاري مو؟ بس انا اللي عبيت هذا البراد، عبيته بالمصاري اللي بعت فيهم بناتي وكل الاكل من حقي، بدي اكل كل شي بالبراد. خليكي هيك مثل البومة عم تطلعي، مفكرة انه مانك مزنبة كمان؟ فكرك مالك غلطانة؟ ليش سهام مو بنت اخوك؟ احكي لشوف مو بنت اخوك؟ قتلتها لبنتي وزدتها بالبير، بنت اخوك قتلتها لبنتي وزدتها بالبير. سهام قتلت بنتي ضنايي، سهام بنت أخوكي، ايه بنت أخوكي قتلت لي بنتي. شو هالبهدلة هي، شنطتنا بنصاص الليالي وما قدرنا نشوف إليه. لو خلونا نشوف الولد على الأقل، إن شاء الله خير، بلكي بكرة منقدر نشوفه أو إن شاء الله بيطلعوها. إن شاء الله. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ ليش عم تطلعي فيني هيك؟ عم قلك انه بنتي ضنايي ماتت، قولك انا قلبي عم يتقطع عليها،
أنا في إلي ذنب اللي صار؟ يلا أحكي، في إلي ذنب اللي صار؟ أنت مانك مصدقتيني؟ أه؟ ليش ما عم تصدقيني؟ ليش ما عم تصدقيني؟ ليش؟ ليش ولك؟ يلا أحكي ليش مانك مصدقتيني؟ حاجة تطلعي هيك أنا شو ذنبي أنه بنت أخوكي سهام هي اللي قتلت بنتي جوليا؟ أه؟ ليش مانك مصدقتيني؟ تركيني هيك، بعد عني. أنت شو بدك من هاي المرة المسكينة؟ أنا ما بدي منها أي شيء، بس لما شفتها عم تبحلق وتطلع فيه ما بعرف شو صار لي. مدام رنا أنت منيحة مو هيك؟ الظاهر أعصابك تعبانة كتير. نيفين افتحي الكنباية وخلينا بالصالون. يلا روحنا. سهام قتلت جوليا. لو سمحت خليني شوف ابني شوي، بيكون فاق وجوعان. ما بيصير، رح نعيد التحقيق معك. شو عم بيصير؟ شو عم تعمل؟ ليش عم بتكلبشوني هيك؟ اجت قرايبتك وبدها تشوفك. مين؟ مين اللي اجا؟ مين قرايبتي؟ حبيبتي انت هون؟ ممكن تخلونا لحالنا شوي؟ نلع من وشي. مسكينة أليف، ما عم صدق كيف رابطينك هيك مثل ضحية العيد يا حرام. بس بدك تتحملي، ما رح تهربي بنا. طالعوا هي المرة لبرا. انتوا عم تسمعوني، انا ما بدي اشوف حدا هون بالمرة. بالعياط، انت ما لازم تقلعيني، لازم تخليني، لاني مو رايحة من هون لحالي. اجيت اخذ عزيز الصغير. انت شو عم تقولي وليه؟ انا ما بعطي ابني لحدا بنوب. ليش حدا اخذ اذنك؟ اه ليكي شو هي؟ هي ورقة اذن من المحكمة. شو اذن؟ مين اللي اعطاكي هالاذن؟ انا امه ما بسمح لاي حدا ياخده مني. لاني قلت لهم رح اعطي الولد لابوه. اذا بتتمني انه ابنك يضل عايش تعملي كل شي عم قلك عليه، اتفقنا؟ حدا يساعدني، لكن مجنونة بدها تقتل ابني. طلعوني لبرا، بدها تقتلني ابني، لا تسمحوا لها. ولك خلص اخرسي، انتي وحدة قاتلة وما في حدا رح يصدق كلامك. عندي حل بسيط كتير، بتعترفي بالتهمة بتاخدي الولد، مفهوم؟ يلعنك عظيم الضمير، ما بعطيكي ابني. انا مستحيل اسمح لأي حدا ياخد ابني مني، عم تفهمي ولا؟ لك اتركيني، ساعدوني. ما بتقدري تاخدي ابني مني، ما بعطيه لحدا. لك شو عم تساوي؟ لا تقربي من ابني. بعدين عيني، اتركيني. خلاص اهدي اهدي. هاي مجرمة، على شوي كانت رح تقتلني أنا وابني. الله يخليكم لا تعطوها ابني، أنا بعرف هي المجرمة بدها تخطف ابني وتهزيه. اهدي شوي، أبوه حابب يشوفه. يلا جيبولي الولد وخلوني روح من هون، ولا هي رح تقتلني. هي عم تكذب عليكم، الحقيرة عم تكذب. خلاص طولي بالك، هي بدها تخطف ابني وتهزيه. وقفي سيام، أنا ما بعطيكي ابني، ما رح أعطيكي ابني أبدا. تعالي لهون، بترجاكم لا تعطوها ابني لأنه رح تقتله. لا لا ابني ابني لا. شايفة يا مصحي، لا تقربي من ابني، بعدي ايديك الوسخين عن ابني، بعديهن. الله يخليكم لا تعطوا ابني يا، لا تاخدي ابني، لا تاخدي، لا تاخدي. يلا قول باي للماما. آه.
فيك ولا ذرة ضمير. لك خافي الله رح تصيري أم. بدي أشاكي رجعيلي أمي مشان الله لا تأخذني. رجعوني أمي. المسكين عقله ما عاد يتحمل. بالأول جولي وبعدين إليف والمدام رنا كمان. المسكينة خافت كتير. يلا نفوت على البيت. طيب يلا. نيفي وين المدام رنا؟ طالعة لبرا. هلا بتوعى بالبير. مدام رنا، مدام رنا شو عم تعملي؟ هلا بتوعي بعدي. مدام رنا سيام، سيام قتلت جوليا وزتتها. شو هالولد طالع لأمه ولك جاي على بالي اخنقك هلا؟ مين؟ يعني مين بده يكون؟ يلا افتحي الباب وليه؟ خير من عند الصباح؟ شايفتيني بمنامك لحتى طلبتيني؟ شو بدي؟ شوف مين جوا؟ شو هاد؟ مو هذا كمان؟ هاد اسمه إبراهيم، ضمانتنا. يلا احكي هالصبي شو عم يعمل عندك؟ لوقت ما تنتهي محكمة الست إليف هالولد رح يكون ضيفنا. الولد مقابل تعترف على التهمة. كيف؟ عكلن أنا رح روح. الولد أملنا الوحيد انتبه بتعامله منيحة. لوين رايحة؟ لك استني لحظة. طيب فهميني شو بدي طعمي الولد وشربه؟ بس تخلص الشغلة أنا بعرف منيح شو رح أعمل فيكي. ولك يا فصعون انت مبسوط هلا مو هيك؟ ضابط عزيز طلع على الغرفه فيكم تشوفوا. يلا جلنار خلينا نشوفه. الحمد لله انه تعافى. يلا هلأ بالمشفى. خبرنا عائلتك وهن جايين لعندك. عليك العافية. ابني تقبر قلبي حبيبي يا روحي. أنا بشكر الله اللي رجع لنا إياك. كنت رح موت بغيابك. اجل نار طولي بالك خلي الولد يصحى شوي. كيفك ابني؟ حاسس حالك منيح؟ أنا وين؟ شو صار لي؟ you
انت مالك متذكر شي؟ انت؟ تقوصت هنيك. حبيبي الحمد لله على السلامة. قال زوجتك حملتك على ظهرها بالجبال، صحيح الحكي؟ وحتى عم يقولوا إنها حاربت المهربين لتنقذك، أكيد أنت فخور بزوجتك. إيه هذا هو يلي صار. بكفيه، يلا اطلعوا لبرا. خلاص ابني لا تتعب حالك، بترجاك خليك هادي ولا تنفعل. لو سمحتوا يا جماعة، هلأ طلع من العناية المشددة ولسه ما تعافى تماما. رجاء ممكن تطلعوا لبرا؟ وأنا بعطيكم كل التصريحات لو سمحتوا، رجاء. تفضل جنار. سهام روحي ولعد تخليني شوفك. نلعيه. بدك بنت تضيع الغبية تكون هون مطرحي؟ سهام بكفي، للأسف ما عاد فيها تجي بنوب. شو قصدك؟ سهام لتكوني لسه ما خبرتي شو صاير. أصبح أنا بخبره، لا تعبي حالك. أمي شو صاير؟ يا روحي الشرطة اليوم أخذت إليف. تخيل طلعت قاتلة جوليا، خنقتها وزتتها بالبير، يعني قتلتها على الخالص. يا فصعون ولك صرت بلوي على راسي انت كمان. صحيح انت حفيدي، بس بتعرف انا عندي شغل كتير وماني فاضي لك. رفقاتي بالقهوة عم يلعبوا ويتسلوا، شو بدي ساوي معك؟ تركوك فوق راسي وراحوا. لك انا عندي حياتي الخاصة، بس ما حدا سائل علي. رفقاتي بالقهوة عم يستنوني لنلعب شدة سوا. انا قلي سمعتي ومكانتي بالقهوة، ما بيصير غيب عن القهوة ولا يوم. يا حبيبي حتى الولد تقطع قلبه وعم يبكي على حالتي. ابني عزيز شو عم تساوي؟ لا تعملها ابني. يا نزار لازم روح. عزيز لا تتحرك يا ابني، لا تتحرك أرجوك يا ابني، ما بيخلوك تطلع من هون أبداً وأنت بهي الحالة. مستحيل، بضل لاحق المصايب. مرته الحامل واقفة جنبه دائماً وهو لاحق بنت الضيعة. لك عن جد يا حيف عليك، أنقذتك وحملتك بالجبال على ظهري، شو بدك يعني لسه أعمل كرمالك؟ أعملي شغلة واحدة، اطلعي من حياتي، روحي من وشي. عزيز وقف كرمال الله ارتاح. سيهان تعي اطلعي هلأ، اطلعي ليروق. اسمعي أنا بحب إليف كتير، لا توقفي بطريقي، تركيني بحالي. نلعي. طلعي سيهام. أبني طلعي. عزيز عزيز اتركك بحالك. ها بدك تروح لعند إليف؟ هاي روح لشوف، يا ريت تورجيني كيف رح تقدر تخلص إليف من هاي الورطة. انت كمال مو ابراهيم،
كمال طلع فيه، هديك المرة عملتها بنص تمة وبهدلتني كتير، بس إذا بتعيدها رح نزعل من بعض، رح غير لك هلأ أصحك تعمل شي. لك إف شو هذا يا ولد؟ عن جد ماني مصدق. لك كمال لا تكون عم تاكل شي بالسر بدون ما اشوفك. يا عيوني شو هاللون ولا شو هالريحة اللي طلعت؟ كان ناقصني هالبهدلة. رح فوت مع إليف لعند المدعي العام، بعدين الدليل يلي بين إيديهم ما بكفي، ورفضت الاتهام بالتحقيق كمان، معناتها إن شاء الله رح تطلع. أصلاً بس يطلعوا بوش إليف بيعرفوا إنها بريئة، وحرام مشان ابنها لساته صغير. لك أجت إبراهيم ماله معه؟ إليف ليش هيك حالتك؟ وين إبراهيم؟ احكي. في شي تاني يا بنتي حابة انك تضيفيه؟ لاني قلت لهم رح اعطي الولد لأبوه. اذا بدك ابنك يضله عايش تعملي كل شي بقلك عليه. إليف شو عم يصير؟ شو القصة؟ ليش اعترفتي بالتهمة؟ لا تسألوني عن شي لو سمحتوا. إليف طيب وين إبراهيم؟ خرسي وسكرت أمك ولا صدقيني بقتلك وبقتل ابنك كمان. اوعك تفكري إني بوثق فيكي. اي والله مثل ما بدك، إذا بتحبي فيكي تجربي حظك. منشوف شو عم تخبصي يا سهام خانم، رح ضل عم راقبك لا توقعي. عرفتوا مين القاتل؟ أختها إليف كورال، هي اعترفت بالجريمة.